ونتواصل مع حضراتكم عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر في مؤسسة دبي للإعلام. ختامي المرموم، أول أيام مهرجان المرموم التراثي الختامي في انطلاقات هذا المساء. وصلنا في سن الحقائق إلى الشوط التاسع عشر في الأشواط المفتوحة، ليحمل لنا في طياته شعارات يا أبناء الخليج الحاضرين في المرموم على الرحب والسعة بهذه المشاركات. تتشكل ألوان الشعارات وأتت من أجل الفوز والناموس، انطلقت بالآمال الكبيرة. انطلق هذا الشوط الخاص بالجعدان، الحقائق نسير مع المركز الأول يتصدر البداية. هذا هو دخان يأتي بالمركز الأول، علي بن سالم بسعيد الهاشمي يقدم دخان في هذا الاندفاع على المركز الأول، بينما يلي في المركز الثاني الغواص. يأتي في المركز الثاني علي بن سعيد بن سالم الزرعي يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث هذا الذيب مطار بن سعيد ابو دعي الزعابي يتقدم على المركز الثالث. اما المركز الرابع هذا مشغل، هذا مشغل فالح بن ياسر بن فالح الشامسي يتقدم مع هذه السلالة العريقة سلالتي مشغل في هذا الاندفاع. المركز الخامس، خامس المراكز أشوف التقدم والأداء. مجاهد ياتي مجاهد يمع بن سعيد بن علي الزرعي كذلك يتقدم على المركز الخامس. أما المركز السادس أشوف المركز السادس تقدم في هذه اللحظات، وأتانا رداد عبد الله بن سعيد بن علي المزروعي يتقدم، بينما هناك أيضا هذا اللي هو شديد سعيد بن أحمد بن حمد المزروعي والبن هميل المزروعي. المركز الثامن في هذه اللحظة وصل في هذه اللحظات وتقدم في المركز الثامن، هذا هو الشامخ. الشامخ يتقدم عبد الله بن راشد بن خليفة الغفلي. والمركز التاسع، هذا التاسع اللي هو مشغل لأحمد بن محمد بن فاضل المعمري. والمركز العاشر هذا يتقدم في المركز العاشر، هذا ترند ياتي، هذا ترند لراشد بن محسن بن علي النديله النديله. هذا هذه العشر المراكز الاولى المتقدمه في هذا الشوط. خلف العشر هناك شعارات واسماء، شوف هذا الحضور الكبير في المرموم الملفت للانظار من المشاركات والجماهير كالعاده لختامي المرموم. غير المرموم 2022، غير المرموم في هذا الانطلاق في اول ايامه، عوده الى المراكز الاولى، عوده الى المراكز الاولى وعلى المركز الاول يتقدم هناك في هذا الانطلاق. الذيب 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 راح بودعي، راح بودعي الزعابي قاد الشوط وراح بالمركز الاول حتى هذه اللحظات. فالح بن ياسر بن فالح الشامسي يتقدم على المركز الثاني، وياتي كذلك شديد سعيد بن احمد بن هميله المزروعي والزرعي علي كذلك على المركز الرابع. هذه الأربع المراكز ومغادرتنا للكيلو الأخير، بل وصولنا إلى 800 متر في الأمتار الأخيرة والتحديات الأخيرة. مطار بن سعيد بودعي الزعابي يقود الشوط بجدارة، الذيب هو الأقرب هو الأقرب، ولكن فالح، فالح مقدم سلالة مشغل. فالح بن ياسر بن فالح الشامسي يتقدم على المركز الأول، مركز حمد المخيبي مركز في مسار الشوط. المركز الثالث، المركز الثالث شوف هذا الانطلاق، شوف مختار محمد بن الصغيرون الدرعي، محمد بن الصغيرون الدرعي يقدم مختار ليختار الفوز والناموس في الامتار الاخيره، في الامتار الاخيره. بودعي على المركز الثاني، الزعابي. اما المركز الثالث، الثالث مشاهدينا الاعزاء يا راشد بن محسن بن علي بن نديله يتقدم على المركز الثالث بن نديله والامتار الاخيره. روح يا الزعابي من الجانب الاخر، الذي
ذيب، ذيب الزعابي وبننديله، بننديله ووصل السماخر برميدان، برميدان في الامتار الاخيره، والزعابي، الزعابي ولا برميدان، برميدان في الامتار الاخيره، مناور وسلاله مناده، مناور مطر بن سعيد بن رميدان العفاري ينتزع الناموس المركز الثاني. المركز الثاني وصل فيه الذيب مطر بن سعيد ودعي الزعابي، المركز الثالث، المركز الثالث من وصل فيه مشاهدينا الاعزاء راشد بن محسن انديله، والمركز الرابع مشاهدينا الاعزاء نشوف الرابع كم رقم الرابع، المركز الرابع المر. عموما على كل حال بنعود الى التوقيت الزمني، بنترك ذلك للجنه خط النهايه، خمس دقائق وخمسين ثانيه وست اجزاء من الثانيه الذي حظى بالناموس في الامتار الاخيره مناور، وقدم هذا الاداء الجميل. مالك مناور مطر بن سعيد بن متعب برميدان العفاري، تهانينا له وسلاماتنا له. خمس دقائق خمسين ثانيه، سبع اجزاء من الثانية، المركز الثاني مع بودعي اللي هو الذيب مطار بن سعيد بودعي الزعابي، والمركز الثالث خمس دقائق واحد وخمسين، ثلاثة أجزاء من الثانية مشاهدينا الأعزاء، المركز الثالث، المركز الثالث هذا ترند لراشد بن محسن بن علي انديله اللي حلّ في المركز الثالث، تهانينا والناموس لل